ما تضغطش علي أكثر من هيك. أنا مستحيل أقبل باللي قاعد يصير. لكن الأمور هذي تجيب هدوء. وين رايح؟ السلام عليكم فاطمة. سلام. شلونك؟ وين رايح؟ أبي أطلع يمنا. ليش ممنوع؟ إي نعم ممنوع، لأنك من النوع اللي لما تطلع تسوي مشاكل وايد. يما سكرة هالموضوع، أنا مالي خلق. أعطيني المفتاح عشان أمشي. وإذا ما أعطيتك المفتاح، شو بتسوي؟ يما أنا مالي خلق تسوي لي أفلام من الصبح، على الأقل دم خالتي ليلى. رجاءً أعطيني المفتاح عشان أمشي. إي أكيد مالك خلق لي الحين، خلاص. الحين لك خلق حق مين؟ حق طيبوه؟ الحين صار إيه اللي لها الفضل على تربيتك ها؟ امسك روح. آه بارك الله فيك. شفتي؟ شفتي الحالة اللي أنا فيها؟ يا يما أنت بعدك صغير ما تعرف مصلحتك. أنت تعال البيت وخلينا نتفاهم. ما يصير نتفاهم وأنت برا البيت. على شنو نتفاهم يما؟ الموضوع خلص. ما انتوا عملتوني نفس اليهال، وسارة بعد ما قصرت فيني. خلاص خلوني كذي. اتوقع ان انا مرتاح وايد. وانتوا بعد مرتاحين؟ لا انا بحاجة احد ولا احد بحاجتي. وعلى فكرة يما ترى انت وايد منعتينا من شوفة اخواننا. انا منعتك؟ اي قصدي اخواني الثانيين، مو اخواني خلايصي. ايه على العموم على راحتك، روح اقعد عندهم بالبيت، بس انا حذرتك. لا تهاتين، ترى طلعوا احسن حتى من اخواني الثانيين. كيفك، هذه وجهه نظرك، بس يتراوالي انا امك والمفروض ما تقطعني. هذه صله رحم ولا صله الرحم بس صوب ابوك. على العموم انتوا كذي اللي يربيكم ويتعب عليكم ويشقى ويشيل همكم ما تبونه، واللي غالكم ورافسكم تركضون وراه. شال جمال حبيبتي، ايش سكت لك؟ صدقين عاد، رغم كل اللي تسوينه ما ظل احبك. انا حبيتك وايد، حتى بحفلات ابوي ما تخيل ايدي بيد احد ثاني غير، ما تخيل اصلا ادش هالمناسبات مع احد غير. هذا اللي نبي، بس انت عارف اللي ما نبي. عيالي يا سعاد، احنا سوينا اللي سويناه ولازم نتحمل المسؤوليه مع بعض. سوينا اللي سويناه ايه، بس لازم نفكر بعقل. انا ما ابي منك شيء زيد، بس فكني من ابراهيم واخرني عنه. اي شلون؟ بسيطه، انا الحين جاي اسوي معاك ديل. طلق مرتك، تزوجني فتره وطلقني، رد لها، ترى ما يهمني، رد لها. سعاد بس فكني منه، فكني منه. عاد هدي، ايش فيك انت؟ سعاد انت مصدقك؟ انا ما اصدق اتزوجك عشان اطلقك. انت خبله. انت مو مستوعب حجم الموضوع اللي احنا فيه، انت مو مستوعب شنو ممكن ابراهيم يسوي فيني. شنو بيسوي؟ شو بيسوي؟ بيوديني معاه مكان ما ادري وين، اتغرب انا بروحي معاه؟ سعاد ياخذك معاه تروحين هناك فتره بسيطه وتردين، ايش فيك؟ يعني تبي تروحين بالغربه وتنسجنين؟ فكري شوي. السلام عليكم. وقف مكانك. شنو ذي اللي في يدك؟ هذا قرار النهائي، ما بتراجع عنه لو شنو يصير. ايش فيك؟ قاعد تلعب علينا ولا شنو؟ انا مو قاعد العب يمه، انا سجلت المواد في الجامعه حالي حال اي احد يبي يخلص دراسته مثل ما انا ابي، واللي انتم حرمتوني منه علشان الشغل اللي مو بلي اصلا، انا بخلص دراستي. شو هالحكي اللي قاعد تقوله؟ خل تشوفي. إذا ما تبي تصدقين شوفي بعينك هاي المواد. غرورك ما يهمني،
وبكسر راسك مثل ما كسرت راس ابوك، وبكسر راس طيبه وعيالها بعد، واللي في بيامي بيمشي غصبا عنك، فاهم ولا لا؟ السلام عليكم. عليكم السلام. الهوية والصندوق لو سمحتي. تفضل. وقف على صوب لو سمحتي. أنا تعمدت تماماً أترك فترة الصمت هذه، لأن هي لحظة من الصفاء ولحظة من التأمل داخل الذات. موضوع اليوم يتكلم عن الحب. الحب الطاقة، هذه الطاقة الكاملة في داخلنا، في أحشائنا، إلى مشاعر الحقيقية. الحب كائن يتكون معانا، يكبر مثل ما نكبر يتعلم. أنا عرفت شو السالفة، ابعد شوي. خصوصية في التعاطي مع الحب يا حبيبتي. هالبرامج كل يوم يحطونه وكل يوم عيد نفس الكلام. انت الظاهر حبيتي وتورطتي فيه. سمعيني، ولدي مو طبيعي. ولدي تربيتي، انا مربيته وعارفه زين. هو الصراحه مو طبيعي، مسحور. شو هالتخلف هذا؟ مو بتخلف، هذا الصج. عائلتي لها الفلوس ووظيفه العمر ويرفضها؟ لا 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 لا، ولدي مسحور. وطيبوه ورا هالسالفة. بس أنا سمعت عليها إنه هي مراهيد أو طيبة، ما شعلت منها؟ كله تمثيل، كل اللي قاعد يصير والمشاكل اللي صارت تحت راسها هي. تدرين عاد؟ أنا الظاهر قاعد أضيع وقتي معاك. زيد الشرطة موقفيني. يا ولادي، أنت تشك إن أبي مصلحتك؟ لا يما، ما أشك. أصلاً شو أشك؟ أنت اللي ربيتيني يما. عيل اسمعني، الشيء اللي أبيك تفهمه واللي مو براضي تفهمه، إحنا ما خذينا الوظيفة من عند عبد الله. كل ما في الأمر إن الصدف لعب الدور، لا أكثر ولا أقل. تعال حبيبي. كل أم في هالدنيا تتمنى الخير حق ولدها، وأنا أبي أشوفك مرتاح ومستقر في الوظيفة ومو بشايل هم شيء. اسمعني، أبيك تفكر زين، وما أبيك تاخذ أي قرار وأنت متسرع، لأنك باكر بتندم وما حد بينفعك في حياتك، ما حد بفيدك غير أمك وأبوك. شوفني أنا شنو طول عمري أصارع علشانكم، وكل ذي علشان شنو؟ علشان ما تبهدلون والدنيا تاكلكم. اسمع الكلام حبيبي. يما انا فاهم عليك، بس انا مو متعود كذي. تتعرفين زين ان انا امشي بالاصول والعداله. هذا انتوا اللي ربيتوني على يما. شوفي علاقتي مع ريم وين وصلت. بالنسبه لي هذا الموضوع منتهي. اوكي؟ الاصول والعدل يما، هذا اللي انا امشي عليه. انا ما اتمنى اخذ شيء يخص غيري يما، لان ما راح اتهنى فيه بالاساس. أنا واحد أبي أتهنى بحياتي، ما أبي أسوي غلط بعدين أندم عليه طول عمري، مستحيل يما. أنت ما منك فايدة. الغلط راقبك من راسك لريلك.
إذا قصوا عليك وعلى مخك ما بيقصون علي. ما بخلي طيبوه تغلبني. لو يروحون فوق وينزلون تحت ما بخليهم يوصلون للي يبونه. لكني براويهم وبراويك أنت. يعاملني أنا والخدامة واحد. يمكن الخدامة يعاملها أحسن مني. ما أذكر عمري جرحته ولا أذيته بشيء. هو يطلع بالبرنامج ماله ويقول حق الناس اهتموا ببيوتكم وأسرتكم. بس الشيء هذا ما يطبقه معاي طيبة أبداً. عمره ما سواه معاي. والموضوع هذا وايد وايد زعجني. دايماً يقول لي أنت خايبة ومالك ثقة بنفسك. أحس إن كل ما ساوي الدنيا فيني. سمعيني يا أماني، أنت إيش تبين أرد عليك؟ أقول لك طلقي ريلك؟ لا ماني قايلتها، لأن الله بيحاسبني. أنا بقول الخير لك. أنت يا أماني لازم تحافظين على ريلك، ولازم تسوين اللي هو يبي، لأن طاعة الزوج واجب يا أماني. أنا أشوف عيني مكسرة وتوجع على ركبتي واروح اسوي كل اللي يبي عبد الخالق. انتي تدرين شو تسوين؟ طبخي له. طبخي له. هي المره شنو تعطي حق رايلها غير انها تجاب المطبخها وفرنها وتجاب له؟ انتي حاولي انك تسوي له الشيء اللي يبيه. هو ما كان المفروض يقول لك هالحكي. الا قولي لي هو يحب الاكل؟ بس وصلنا خير. ترسي بطنه من هالعيوش وهالمكابيس ولا تنسين مرقة الهامور بعد. وإن شاء الله ربي بيهدي. إن شاء الله. أنت تدري أنا منو؟ متهمة. أنا بنت طارق اللي كل الديرة تعرفه. تدري أنت شو مسوية؟ مسوية كارثة. والإثباتات تبين كل شيء. أنا ما أدري أنت شنو تبي مني، لأن أنا ما سويت شيء وما أسمح لك تكلمني بهالطريقة. تدري زين شو مسوية؟ فعلتك هذه أبدا ما تناسب عاداتنا وتقاليدنا. إحنا مو كذي. الحركات اليوم ما شاء الله عليك في المطبخ وقاعد تطبخين زين. سويتي انا اكل الطبخ ما احب. خالد تعال تعال صور كل هذا اللي قاعده احضره ودزه حق طيبه. اي وين اطرش له على الانستغرام ولا سناب؟ يما دزه على الواتساب. هذه وين عندها انستغرام وسناب؟ دزه على الواتساب. اي مسكينه خالتي طيبه بسيطه وعلى نياتها. يلا زين بصور سناب وبطرش لها على الواتساب. يلا بس ها لا تصورني. لا بس بطلع يدك وصوتك. يلا واحد اثنين ثلاث. يلا يلا شوفي طيبه الحين انا قاعده اجهز حق العشاء. شوفي وهاي التحضيرات كلها. بس اخلص ان شاء الله ادز لك بعدين صوره ثانيه بس يخلص الاكل. تمام خلاص. اي اوكي اوكي. واي وين الثوم؟ وين حطيت الثوم؟ الحين اعرفك على الجريمه اللي انت مسويتها. محمد سلمان. هلا شنو شنو الريحة؟ ريحة أنا؟ ماكو شيء. شامك ما تشمين أنت؟ ما عندك هني مثلنا خشم؟ شمي ريحتك.
انزين سلمان حاجيك، ان شاء الله ان شاء الله اليوم ما اكلت شيء. ما اكلت شيء وين اكل؟ انا ورا الدوام اقدر اتغدى ولا اقدر اتعشى؟ ما اكلت شيء، ليش؟ زين سويت؟ تدري عاد انا اليوم اللي طابخه بيدي وان شاء الله يعجبك طباخي. واضح واضح طابخه بيدك، ريحتك صالونه، كادت على هدومك انت؟ لو عصرهم تطلع صالونه، ها؟ حطي ريحه حتى شيء. انا جاي اقول لك ان امي مو قادره تعيش من غيرك. وانا كلمتها قلت لها ان انا ما راح ارجع. ادري اني كلمتها بس قسما بالله اذا صار بامي شيء بسبتك انت وساره ما حد راح يسامحك. اترك عنك السؤال. خلاص لا تحاتي، انا بس خل اخلص من ابو عزيز وان شاء الله راح ارجع. وش صار مع عزيز؟ قرر انه يهد الوظيفه عشان انا اخذها، هو عارف الحق. ما شاء الله زين. أنا أقول لو منا خمسة في الديرة إن شاء الله إحنا زقرت. خمسة مرة واحدة. المهم لا تتأخر على البيت، ارجع بسرعة. إن شاء الله. أنت إيش فيك؟ حالك مو عاجبني ترى، ألوانك كلها اختلفت. لا ما فيني شيء، أهم شيء لا تطول، ارجع بسرعة. يلا مع السلامة. مع السلامة. ما كل شيء ولا شرب شيء. دور لك شيء تاكله. اوف يما شنو هذا؟ صدق من قال العين تاكل قبل المعده؟ ايه خرافه شكل الاكل، بيكون نار ان شاء الله. يلا عليكم بالعافيه. وكل يوم راح اطبخ لكم يما ان شاء الله. هات هات انا احط لك. يلا ميت يا عم. يلا حط لي فخذ فخذ. ما تبي فخذ؟ اقول لك ما ابي الا فخذ. اه زين خلاص سك اللي تبيه. انا يمه بس. بالعافيه. الله يحفظك. انت بعد تبي صدر ولا فخذ؟ الصدر يمه. بالعافيه. بل 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 بل. شنو؟ صبي. شنو؟ ماي ولا؟ صبي لي اي شيء. اي شيء؟ شلون؟ حاضر حاضر. ايش فيك؟ الحمد لله. انا بسالك. انتي كل يوم بتطبخين؟ ان شاء الله حاضر من عيوني كل يوم بطبخ لكم. وانا بتحمل ريحتك هذه اللي تشق الراس كل يوم اللي كنا تكب على روحك مرقه عشان اكل اكل مالح؟ ريحتي انا؟ الاكل مالح. مالح؟ اكل. خلك على البصل والرويد ابرك لك. بسم الله رب العالمين. ما عليك من يما. الاكل حده حلو والله انا وايد عاجبني. لا ضيق روحك لي وانا باكل الحين. فراسها هلا والله تخسي. اسمعني ان ما تدخلت في هالموضوع والله لا اقلب هالبيت عليك وعلى عيالك بعد. انت لو تفكر انك انت تقضي وقت في البيت مو مهم ايش كثر قعدت من ساعه، المهم ايش سويت، شلون تعاملت مع الأشياء اللي حولك؟ هل أنت مبتسم؟ هل أنت عابس؟ شنو موضوعك بالحياة؟ جرب ادخل بيتك يوم وأنت مبتسم بتشوف كل شيء حولك يبتسم. جرب ادخل بيتك وأنت معصب بتشوف كل شيء حولك معصب. أنت تمتلك إدارة هذا الإحساس داخل بيتك. لا تكون متذمر، كل الأشياء تحس إنها غلط. زوجتك دخلت من المطبخ وريحتك ما
وحلوه. انت شنو ريحتك حمص؟ قاعد تطبخ لك، قاعد تسوي لك، قاعد اكلك، لازم تتحمل ريحتها، تتحمل مكان وابتسام. هذه العضلات الاجمل في وجهك، حاول تستخدمها، جرب. درينا انك مسؤول في الموارد البشريه، بس انا ما كنت متوقع انك ترسل رساله انذار نهائي حق ولدي بسبب غيابه عن الشغل. انا قايل لك ما بي الامور تنتهي بهالشكل. الولد مرد بيعقل وبيرجع يداوم، بس انت غط على الموضوع شوي. يا اخي غطيت قد اللي اقدر عليه. ولدك ما يداوم، تبي يعرض نفسه للخطر، تبيه مفنشوني. شوف عاد، انا وقفت وياك وايد وابيك توقف معي. شوف عاد منعم، لا تقيت من علي بشيء. هاي مشاكلك انت مع عيالك، روح لها بروحك، انا لا تعرضني للخطر. هذا جوابك النهائي؟ ايه. يلا خير بوز بعد يا عمي، روح انت مشاكلك. والله عياله ما يدامون يبغيني ايش اسمه اطبطب عليهم. روح يا حبيبي روح. ها عزيز، شلونك يبا؟ تمام يبا، شو اخبارك؟ حياك يا عزيز. انت تدري ان انا امر بمشاكل صحيه، وبعدين ما بقى في العمر كثر ما مضى. لا يبا لا تقول كذي، الله يعطيك الصحه. انت قاعد تحطني تحت ضغط نفسي بسبب اللي قاعد تسويه. تبي تنصف عبد الله مو كذي؟ بس انت كذي قاعد تضرني، قاعد تحسس اللي حواليني ان انا انسان مو زين، اني انا انسان ميزت. انت قاعد تحطني في الغلط، وانا بصراحه ما ابي الا مصلحتك. انا متكفل فيك انت، بس هذاك عايش مع امه ولا قاعد يسال عني، فليش انا ساعده؟ ارد اقول لك ما بيك تحطني في الغلط، وبعدين لا تتدخل في شيء لا يعنيك ولا يفيدك. يبا انا مستحيل اخذ شيء يخص غيري، مستحيل. انا قلت رايي. الحين صار لي ساعه احاول فيك واترجاك ولا تسمع؟ كلامك على راسي يبا، بس انا اتخذت قراري خلاص. سويت؟ أقنعته؟ كلمته، اللي قدرت عليه سويته. يعني شلون والنتيجة؟ إيش فيك؟ إيش فيك؟ جاي جاي يبي ماي. شوي شوي أوديك المستشفى؟ لا لا لا، ما في داعي المستشفى، بس برتاح شوية. شرب ماي. زين ليش ما تروحين تكلمينه؟ كلمي، يمكن يقتنع كلامك اكثر مني. يعني انا زين ما فيني شيء. متاكد؟ روحي كلمي، روحي. قوم، أبوك محتاج تودي المستشفى. تو كان قاعد هني، ما كان في شيء. ما مع البرجان بلا أفلام. أقول لك تعبان، محتاج تودي المستشفى وتقول لي أفلام؟ أنت شلون يعني كذي؟ ما بتغير أسلوبك؟ وحتى رأيك مو راضي تغيره؟ أنا قلت رأيي ما خلاص. لكن هين. ولدك بيقهرني وحسسني لو انك على فراش الموت ما بتنازل عن رايه. كنتي شفتيني بغيت اموت قدامك. يعني شو المطلوب مني وتبيني اسوي؟ اسمعني يا منعم، تروح وتكلم راس الحيه. اي بس انا قلبي كان بيطيح والله قدامك، بغيت اموت. يعني انا المفروض ارتاح. تبي ترتاح؟ حل هالموضوع.
تسمعني؟ حل هالموضوع علشان أنا أرتاح وأنت ترتاح. أشوفك ياي مشي. إيش رأيك نقعد في واحد من هالكوفي شوب أطلب لك عصير؟ لا ما أبي أشرب شيء. شوف يا عبد الله، أنا أبي أوقف معك بخصوص أخوك والوظيفة. صدق إن أدري إن هالموضوع وايد شاغل بالك عشان كذي انتهيت. أنا أبيك تعرف إن هذه الوظيفة ما هي مكتوبة لك، هذا رزق أخوك، والدنيا أرزاق، والحياة يوم لك ويوم عليك، هذا واقع. لا يعني تدري انت ان الحياة يوم لك ويوم عليك، ها؟ زي ايش رايك تخليني انا اكلم عزيز ولدك واقول له انه هو يفركش موضوع الوظيفة هذه وانا اللي اخذها؟ اكيد راح تتضايق بهالشيء، ها؟ زي سؤال ثاني، كم ضلع راح ينكسر بصدرك اذا انا اخذت الوظيفة ومو عزيز ولدك؟ هم ما عندك جواب. زي ليش تكرهنا؟ شوف يا عبد الله، أنا عمري ما كرهتكم، وأبيك تخلي هذا الشيء يحلقه في أذونك. أنا لو أقول لك إيش صار راح تشوف عقد الدنيا كلها قدامك. أنا أحسن شيء سويته إني تركتكم، لكن أبيك تعرف إني أنا عمري ما كرهتكم، ما عندي ذرة كره لكم. ماشي. بس حين ليش انت طلقت امي وانا جنين ببطنها؟ ليش حسستني وخليتني يتيم وحسست الناس كلها ان هذا ما عنده احد وانا عندي اهل وعايشين؟ وانت تدري ان اللي ما عنده ظهر بهالدنيا الناس تاكله، وهذا اللي انا كان يصير وياي من وانا صغير. كنت لما اتهاوش مع واحد بالمدرسه اطلع برا اشوف ابوه ناطره برا يبي يدافع عن ولده، وانا ما عندي احد يوقف وياي، يمسكني من اذني يقول لي هذا ولدي، اذا تمد يدك عليك انك ما تمد يدك علي انا. وايد كنت اسمع انه الظن عزيز، بس هالشيء عمري ما شفته. كله كنت اسمع الناس يقولون ان الظن عزيز بس انا ما حسيته. انت عمرك ما حبيتنا. طالع المنبر وسولف مع نفسك، خليك صريح مع نفسك، لو تحبنا عشان ما سويت فينا اللي سويته. الباب قاعد تسوخين علي؟ لا لا سلمان، بس انا كنت جاي اكلمك بموضوع. موضوع شنو بعد هذا اللي عند الباب هني؟ ابي افهم شنو موضوعك؟ والله كنت جاي احاجيك بموضوع. انت وايد تغلط بحقي، انت كلش ما تبتسم بوجهي. مو انت تقول من الرجوله انه لازم الواحد يعامل اهل بيته باللين وبالطيب؟ شنو رجوله؟ لحظه ايش تكلمين انت عن رجوله ما رجوله؟ انا شنو تشككيني برجولتي؟ تشككيني برجولتي انت ولا ايش قاعد تقولين؟ لا بالعكس، انت احسن ريال بالدنيا هذه كلها، بس انا قاعد اسالك، وانا كل ما احاول اني اتقرب منك انت تبتعد. انا بصراحه انت وايد هندني وانا مليت. انت تحكين عن الملل؟ عين انا ايش اقول؟ انا ايش اتحكى؟ انا مو قادر اتحمل اشوفك، مو قادر ابلعك.
صوتك هذا يوترني، يجيب لي الأرق، أتوتر ما أعرف أنام. سمعي سمعي سمعي، الحل واحد ينام في الصالة والثاني ينام في الغرفة، وبما أن أنا أحب أنام في غرفتي أنت تنامين بالصالة. سلمان يا أخي، في أشياء وايدة بسوي في حياتي، وشغل أبونا يعني ما يناسبني، يناسبك أنت، أنت اللي كنت تسعي لا مو بأنا. أما أنا يا أخي بخلص دراستي وبس، أنا أهميتي الموسيقى أهم من كل شيء عندي، وأبشرك إن شاء الله الأسبوع الجاي ببتدي دراستي. next week next week إن شاء الله. أنا بعد يعني ترى كل اللي بوصلك إياه إن إحنا يعني أتمنى إن دائما أنت مع العهد. لا إحنا على عهد حبيبي، ولا يهمك، ما في ولا شيء يعني يغير قراري. ما أدير بالك، ترى أنا لا شايل عليك أنت ولا على ريم، أنا شايل عليه هو، أنت عارف ليش؟ إحنا باكر ضيونا عيال ما نبي نعيشهم بالعيشة هذه. حبيبي يا أخي خلاص يا أخي، بس الموضوع يعني إحنا إخوان، كل شيء بنحل. تعال. شكله مستوى السيارة. لا وبس لأن كان يشتغل بمعرض السيارات. زقرتية يا أخي. إيه. حبيبي عيونك الزقرتية مشكور. تعال شنو هذا اللي بيدك؟ هاي هارمونيكا، آلة موسيقية. مالة الريان؟ عادي عادي عادي. إبراهيم، ممكن تعفيني من موضوع السفرة؟ إيه ما عندي مشكلة، أقطك بالسجن وأروح، وايد سهلة. إيه ماكو فايدة، ما تبي تصير ريال ولا مرة بحياتك صح؟ أوكي، راح أجي معك. قسماً على حسبتي.